اوتوفوكس مع هيونداي مكفى تو سيلبريت اكيد ال 20th anniversary تبع هيونداي. اكيد فيكم تشوفوا كل سياراتهم عنا باوتوفوكس. اليوم موجود مع ايفا يلي هي سيلز ريبريزنتيف من شركه هيونداي لنحكي اكثر عن السيارات وعن الفليت اللي كثير مهم من اكثر مبيع بلبنان. عم نحكي سيارات هيونداي واليوم مع سياره كثير حلوه اتس كومباكت اس يو في اللي هي توسون. خلينا نعرف اكثر عن توسون. هاي فيليب. توسون هو اس يو في عندنا 4 سلندرز. اوكي. بيجي منه 2.0 بيجي منه 2.4. ونحن السنه خصوصا عاملين عروضات كثير بهيونداي بمناسبه العيد ال20. سنتشوري موتور كومباني عامله عروضات على كل السيارات. واحد منهم هو توسون. اوكي. توسون هو الاس يو في الاصغر عند هيونداي. هذا الموديل بيتميز بشكل انسيابي وعم بيخليه يكون كثير ناجح معاصر كثير. يعني بتشوفي شكله انه على جد تحسي انه غير سيارات عم بيلحقوا الموديل تبع توسون هيونداي بالاس يو في تبعه. مزبوط. قد ما هذا الموديل ناجح كثير شركات ثانيه عم يجربوا الالدو. دائما عندنا الشحنه بتوصل على الشركه دغري بتتسلم من بيعة دغرا. مزبوط. نحن بنتميز بكثير قصص موجوده بس عندنا بشركه هيونداي. بسمع كثير انه يلي بيشتري هيونداي بيقول انه بريح راسي لانه بعرف انه من بعد اشتريها ما بعت الهم انه روح اخذها على الجراج. صحيح. روح صلحها او شو ما انه بضلوا ماشي فيها لفتره طويله. صحيح. اول شيء نحن الجراج بيفتحوا بالليل لساعات مؤخره يعني بحال. مزبوط. مش بس بحال هيك، اذا حدا عنده سيرفيس وهو مؤخر بالشغل بيشتغل لوقت مؤخر بيقدر يجي يحط سيارته يتركها يروح وبيرجع بيقدر ياخذها ثاني نهار بيكون عامل السيرفيس لسيارته وما مش مضطر ياخذ فرصه او يروح نهاره. اوكي. ثاني شغله نحن عندنا هوت لاين 24/7 عندنا رود سايد اسيستنس. يعني بحال دغري صار واحد ما هو طارق على الطريق دغري صحيح بيتصل بالوقت اللي بده اياه وبنكون عنده. سيارة عن جد عم نشوفها على السكرين كثير حلوة. ال اي دي لايتس كمان. صحيح. هيدا اللي بدي اقول لك اياه انه نحن السنة توسون تعدل شوي. تعدل شكل الضوء صار يجري ليد. اوكي. تغير اجريسيف اكثر هيك تحسي الفرونت تبعيتها للسيارة. صحيح. Very attractive car. ثاني شيء تغير بجنوطة. اوكي. تغير شكل الجنوطة. هدول التعديلات يعني شفناها هذيك السنة، تعديلات بسيطة بس كمان زادت على شكلها بالواجهة تبع السيارة. سو إذا بدنا نروح نشوف سيارات هيونداي وين فينا نلاقيهم؟ أكيد. نحن موجودين بزلقة جالدييب. أوكي. بشو روم بالفرع الرئيسي بزلقة. بعدين نحن بنطلب من الكل إنه يجوا لعنا على شو روم نعمل لهم تيست درايف على توسون وعلى كل السيارات اللي عنا. أكيد. طيب ايفا كل هالسيرفيسز والمواصفات بعقده للتوسون بس بدنا نعرف سعرها لانه عن جد شكلها كثير حلو سياره هيك. هلا التوسون اللي معروض عندنا هون هو اللكجري. اوكي. سعره 37.5 بس نحن التوسون ببلش ستارتنج برايس 26.500 مسجل مع تي في ار. ويو بيلد اب بالاوبشنز. يس اكيد. حسب انت قد ايه بدك اوبشن نقدر نطلع بالسعر. خلينا نشوف ايفا بما انه قلتي لي انه اتس لكجري كار خلينا نشوفها من جوا. سياره المفروض تكون يس فوله شو لازم تكون لجوا توسون. اوكي. بيتمتع بجلد فتحه ازاز بانوراميك اكتف ستيرنج عم شوف كروز كنترول اي سي كلايمت كنترول بوش ستارت 6 ايرباكس زياده عن الاي بي اس عندنا اي اس بي الكترون ستابيليتي بروجرام. هذا التراكشن كنترول اكيد تكون سيفت السياره بما انه اس يو في. اكزاكتلي. لانه الاس يو في اجمالا العالم بيستعمله بالجبل وعلى الثلج. عندنا بلوتوث اي سي كلايمت كنترول رير كاميرا. يعني كل هدول بسعر عن جد خيالي. قد منه عن جد هيك افوردبل لكل الناس يلي بدهم اس يو في بيروح وين ما كان وبيقدروا يسوقوه لعائله ومش لعائله بنفس الوقت كمان اتس كار مش للفاميلي. يعني فينا نشوف انه فينا نستعملها بعدة exactly. يعني في حدا جان يستعملها وفي عائله سياره له مثلا رايت right. مزبوط. سيارة عن جد كثير حلوة واكيد بهيونداي ويك رح نكون عم نشوف سيارات اكثر واكثر بس هون هيك عم نختم اليوم سيارتنا من الداخل تبع توسون
وإيفا أكيد كده تعطينا her expertise وبتخبرنا أكثر عن هالسيارة اللي عن جد كتير حلوة. فبيسكلي مرة جديدة بذكركم الهوت لاين وأكيد الرود أسيستنس هدول من أصغر الخدمات اللي بيقدموها هيونداي للزبائن. عم تشوفوا الأرقام اللي عم تشوفوا على الشاشة بدكم تسألوا أكثر عن هالسيارة. رح نسكرها هيك وآخر شيء بقول لك إيفا رح نشوفك بحلقات مقبلة مع سيارة جديدة كمان هيونداي ويك بالعيد العشرين. بنتابع على أوتو فوكس فأكيد تابعونا كل يوم.